كله بيقول لك كندا احسن حاجه في الدنيا. لا مش احسن حاجه في الدنيا، فيها عيوب بنت لذينه، فيها عيوب كتير جدا. بص لي كده، فيها عيوب كتير جدا. العيب الاول، بص حواليك، بص حواليك. بص حواليك، شايف المنظر عامل ازاي؟ شايف البتاع ده، ايدك هتتجمد. العيب الاول هو الشتاء. الشتاء في كندا عذاب، عارف العذاب بمعنى الكلمة، عارف جهنم لما بتكون حر اقلبها الناحية التانية، البرد المميت. يا جماعة لما اتكلم، مهما سمعت قد ايه الجو هنا برد وقد ايه هنا صعب، مش هعرف اوصفه كلمات. ابسط حاجة، غير ان انت طول ما انت قاعد بره حاسس بالبرد وبال، مش عارف اقولها لك ازاي، انت قاعد جوه حاسس بالدفى، جوه الدفايات درجة حرارة 24، الدفاية كلها بتبقى درجة حرارة 24، بتطلع بره بتبقى ماينس 10، سالب 10 لحد سالب 20 متوسط، من سالب 10 لسالب 20. الكلام ده فين؟ في تورونتو المكان اللي انا قاعد فيه. في اماكن تانية في كندا ممكن توصل لغاية سالب 40 في البرتا وفي حتة تانية وفي ساسكاتشوان. انت متخيل فرق درجة الحرارة من 24 لسالب 15؟ حوالي فرق 40 درجة. انت فاهم يعني ايه لما يكون في فرق 40 درجة؟ طيب فرق 40 درجة يعني جسمك بيحصل له شوك. تقول لي طب ما انت جوه البيت بتبقاش لابس لبس تقيل، بره البيت لابس لبس تقيل، ما عنديش اي مشكلة، ولكن وشك. من اكتر الحاجات اللي انا بعاني هنا فيها في كندا وكل ناس كتير بتعاني منها الدراي سكن او الجفاف، او بتلاقي وشك من كتر الهواء السائع اللي بيجي عليه وتغير درجة فرق درجة الحرارة بيطلع لك قشر في وشك، بيطلع لك مشاكل في وشك، بيطلع لك حاجات. اي حته من جسمك متعرضه للهواء ومتعرضه لفرق درجه الحراره بتتبهدل، بتتبهدل. غير صدرك، انت بتتعب، بتتعب لان انت بتبقى خارج من سخن لسائع، مناعتك ما بتعياش، محدش هنا بيعيا، ولكن ال- 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 الموضوع متعب. ثانيا ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ايه يا عم ده؟ شكله حلو اه، بس ليه في كل حته كتير كده؟ هو في ايه بالظبط؟ ثالثا السواقه، بتيجي تسوق في الشتاء نسبه الحوادث كتير جدا. الشتاء في كندا عذاب بمعنى الكلمه. شوف البرد وحش قد ايه، من كتر ما انا كنت بردان نسيت اتكلم على اوحش حاجه في الشتاء، الاكتئاب. والكلام ده حقيقي، كل اللي بيعانوا من الشتاء عارفين الكلام ده كويس جدا. اكتئاب الشتاء حقيقي. ليه بقى؟ بتتحرم من الشمس لمده ما لا يقل عن 3 شهور في السنه، يمكن كمان اكتر، وبتتحبس جوه البيت لان مفيش حته تروحها، الدنيا برد. بس فعلا بعدك عن اشعه الشمس بتعمل اكتئاب شديد جدا، وبيخليك فعلا همدان وتعبان وعايز تنام. بناخد فيتامينات دي، بتاخد حاجات كتير، بس تاكد ان في شهرين على الاقل من السنه بيضيعوا منك. زمان بسجوا انت عشان اعرف اتكلم لان الدنيا برد. رقم 2 اللي يخلي كندا بلد مش حلو هاجر ليها وتعيش فيها، ومن الاسباب اللي عايزاني خلاني اسيب كندا، العقارات او بفلوس اللي الراتب بتاعك، بنتكلم على الايجار وفلوس انت محوشها لو عايز تشتري لنفسك بيت. انا عملت فيديو كامل، لقاء كامل مع شخصيه محترمه جدا اسمه نزار، اتفرج على الفيديو هتفهم كل حاجه ليها علاقه بالعقارات هنا. وبنجاوب في اخر الفيديو على اهم سؤال، ليه كندا غاليه في العقارات؟ ليه مدينه زي تورونتو ومدينه زي فانكوفر ادفع 2500 دولار عشان اقعد في بيت 3 اوض في الشهر، وادفع 2000 دولار عشان اقعد في شقه مش بيت ولا فيلا، وادفع اكتر من 1500 دولار عشان اقعد في بيزمنت ابارتمنت بدروم، او اقعد في شقه اوضه واحده؟ ليه ايه الهبل ده؟ ليه انا باخد كام اصلا في الشهر؟ ليه تدفع اكتر من نص مرتبك ايجار؟ بيتقال كده القاعده، انت المفروض تدفع مرتبك تلته بيروح للايجار، وكل ما قل على التلت يبقى انت صح. في كندا هتضطر تدفع في بعض الاوقات النص، هيترمي في الايجار، مش حاجه حلوه. ولو عايز تجيب بيت صعب جدا،
الموضوع صعب، الا بقى لو انت عايز تدفع 5% وتدفع فلوس كتير جدا كل شهر. غير امريكا، غير دول تانية، غير استراليا، كان مش سهلة في موضوع البيوت، موضوع صعب جدا، اتفرج عليه بالتفصيل. شوف انا لسه قايل لك الدنيا برد، يعني عشان كده كان لازم اخش جوه، لان الصراحه تلكت مش قادر استحمل. رقم 3 هو انعدام الشخصيه، انعدام الثقافه، انعدام اي نوع من انواع الايدنتيتي. من الاخر كندا ملهاش اي شخصيه ولا اي ثقافه واضحه بيها. ده ممكن يكون ميزه لينا احنا مهاجرين، بس هو فعلا مقارنه لو انت دماغك عايز تهاجر عشان تاخد جنسيه وتتجنس بدوله تانية خالص، كندا مش المكان ده. لان انت هتيجي هنا هتكتشف ان مفيش اي ثقافه، مفيش حاجه بتقول الثقافه الكنديه، مفيش اي حاجه بتقول الفكر الكندي، مفيش اي حاجه. يعني ما ينفعش تحط كلمه كندي بعد حاجه غير الشتاء، الشتاء الكندي دي الحاجه الوحيده المميزه. غير كده هنا مفيش اي نوع من انواع التميز خالص. ميزه، انا شايف انها ميزه لينا احنا كمهاجرين، انما لو واحد دماغه جاي هنا يبني حياه بقى ودي بلده الجديده، انت تبقى في بلد فعلا ضعيفة جدا وملهاش رأي على المستوى العالمي. هي من دول الجي 7 كونتريز، دول اللي هي مفروض غنية والكلام ده، ولكنها تابعة لأمريكا. انت قاعد في دولة مفهاش اي، ما عندهاش شخصية، قاعد مع دولة ما عندهاش شخصية خالص. يعني مصر عندها حضارة، عندها منظر، عندها بتاع، فيها كل عيوب الدنيا، ولكن في الحتة دي بتحس كده ان في شخصية. هنا زيرو شخصيه، مفيش اي حاجه، هي بلد مهاجرين، بلد بيجي لها مهاجرين من سنه 1970 والدنيا اتفتحت على الاخر، وما نحكي بالتفصيل ايه اللي خلى الموضوع يفتح المهاجرين، ولكن هي البلد زيرو ايدنتيتي. انا شايفها ميزه، بس لو واحد بيفكر ميزه ليه، ميزه تعرف تتاقلم بسرعه، محدش هيجبرك تتامرك زي تو بي امريكانايزد زي امريكا. ولكن ولو رحت استراليا هتلاقي شخصيه مختلفه تماما، معروف كده الاوزي اللي هو الاسترالي، الاوزي شخصيه تانية. هنا مفيش حاجه اسمها كندي، مفيش الكلام، مفيش غير الجماعه بتوع كيبيك، كيبيكوا هم دول ليهم شخصيه اللي هم فرنسويين. لما انت قاعد هنا انا شايف ان الميزه المحدش بيجبرني ان انا اكون حد تاني غير نفسي. ولكن لو بتفكر لبعيد بقى ال 20 سنه عايز تخلف عيالك هنا، هيبقوا مصريين او هيبقوا عرب، مش هيكونوا كنديين. فدي حاجه من الحاجات اللي انا شايف ان كندا ضعيفه فيها. رقم 3 الضرائب. الضرائب هنا شيء مميت وصعب وسخيف ودمه تقيل وكل حاجه ممكن تتقال عليها. وليه انا بقول هنا الضرائب في كندا وحشه جدا، ومش بقول الكلام ده مثلا في امريكا؟ لان كندا زيها زي الدول بتاعه السويد والدنمارك والحاجات الاسكندنافي، الحاجات اللي في اوروبا دي، اللي في شمال اوروبا. الضرائب هنا غاليه بطريقه اوفر. هقول لك على حاجه، الضرائب هنا تصاعديه، يعني كل لما انت فلوسك او دخلك بيزيد كل ما ضرايبك بتزيد. يعني لو انت بادئ من اقل حاجه المينيمم ويج، ممكن تلاقي ان الضرايب بتاعتك 10% او 20%، ده المينيمم. ممكن تزيد لغايه ما توصل لغايه 50% لو انت مثلا بتعمل نص مليون او مليون دولار. انا ما بعملهاش عشان ما حدش يجي يقول مازن بيعملها، انا مش بعملها، بس في ناس بتحاول تعملها، ودي اخد النقطه اللي بعديها اللي هي الغنى. بس خلينا نكمل النقطه دي. الضرايب هنا غاليه بزياده بحجه ان انت المفروض بتاخد بيها خدمات كتير جدا، ومن اهمها خدمات الصحيه او الهيلث فري هيلث كير. امريكا الهيلث كير مش ببلاش، هنا الهيلث كير ببلاش، ولكن خد قصاده بهدله بمعنى الكلمه، فعلا عذاب. انا يعني لما كنت عايش في مصر كانت الحياه اسهل بكتير من الموضوع. انا عندي حاجات في ودني دلوقتي، صفاره طالعه في ودني، عندي مشاكل في الاذن الوسطى، وكانت جات لي قبل كده ورحت وخدت حاجه وجات لي تاني. انا مكسل، مش هروح الدكتور، تجاهلتها. انا قاعد بتعذب فعلا، تعباني وعاملين لي صداع وعاملين لي حاجات. بس لو انا عارف لو رحت النهارده العياده هستنى ما لا يقل عن 3 شهور علشان خاطر يجي لي الميعاد بتاعي، هكون بقى خفيت ولا هكون حصل لي حاجه تانية. فانا خلاص مش هروح. بتوصل بيك الحال مش عايز تروح اصلا، انت عارف الموضوع هيطول معاك جدا. واحد يقول لك طب ما تروح للطوارئ، الطوارئ هنا برضه عذاب. انا رحت مره الطوارئ كنت بشتكي من حاجه في رجلي، قعدت 7 ساعات هناك، وفي الاخر ادوك حاجه كده ما لهاش اي لازمه. فهنا يمكن الميزه الوحيده ان انت لو عندك مثلا عيان بمرض
لا قدر الله مرض صعب يعني ومحتاج تعمل عمليات مفيده، انما غير كده فعلا سيئه جدا الصحه هنا سيئه جدا. فانت بتدفع ضرائب كتير ومش هتحس ان هي لازمه. يعني انت لو بتفكر فيها كده، لو بياخدوا ما ياخدوش منك الضرائب دي ومثلا بيشيروا معاك في الحاجات الصحيه بحيث انت ما تبقاش مضطر تدفع حاجه وانت مش هتستخدمها، هتبقى احسن بكتير. فمن العيوب اللي هنا فعلا هتكتشف ان انك انت بيتاخد منك فلوس كتير ومش عارف تكون ثروه. وياخدني العيب اللي بعديه، هنا صعب جدا، هنا صعب جدا تبقى غني. ولما اقول غني قصدي ان انت تبقى غني غني زي اغنياء بتوع امريكا، اللي هو زي الناس الكبيره قوي اللي انت عارفهم اللي هم فوق الهرم دول. هنا طبعا ممكن تبقى غني، ممكن اي حد يبقى غني في اي حته، بس هنا اصعب بكتير، لان هنا قايم على فكره ان احنا كلنا نبقى زي بعض. الكلام ده واخد الميكس بتاع الدول الاسكندنافيه، السويد والدنمارك وغيرها في اوروبا، واخد الميكس بتاع امريكا، مش واخد امريكا قوي ولا واخد اوروبا قوي، واخد الاثنين مع بعض. وده عامل مشكله، لان هنا اللايف ستايل بيشجعك ان انت تبقى عامل زي امريكا، ان المفروض يبقى فيه فرص، وفي نفس الوقت بتحبطك، لان هنا دايما بتلاقي صعب، في ضرايب كتير، في حاجات كتير. الناس هنا مش طموحه، الناس هنا ما عندهاش طموح خالص، الناس هنا بتحسهم بردين ونايمين غير بتوع امريكا، مش انتربرينورز زي امريكا. الناس هنا فعلا، وبرضو انا مش بعمم يعني، انت فاهم قصدي ايه، انا يعني عشان ما حدش يقول لي ايه مثلا ده، انا اعرف مثال واعرف مثال، مفيش اي مشكله وانا بجتهد وكلنا بنجتهد، لكن الصوره العامه انت بتتعامل مع بيئه مش هتساعدك تكون غني بسرعه كبيره. نقطه كمان تاكد على موضوع الغنى ده، عدد سكان كندا حاجه 30 مليون، عدد سكان امريكا داخل في 400 مليون، يعني قدها 10 مرات. فانت لو عايز تبيع بضاعه بتبيعها في امريكا لعشر اضعاف عدد الناس اللي بتتباع هنا، بالرغم كمان عملتهم هناك اغلى. فانت هنا فعلا، وده اللي بيخلي اغنى اغنياء كندا بيسافروا وبيطلعوا امريكا، لانه بيعرف يعمل ثروه هناك اسهل من بيعملها هنا في كندا. دي كانت من اهم الاسباب اللي انا شايف منها ان كندا مش احسن مكان تروحه لو انت عايز فعلا تكمل فيه. مش ما تفتكرش ان دي جنة الله على الارض، فيها عيوب كتير، ودي من اقوى العيوب اللي انا اتكلمت عليها، بس برضه ليها مزايا كتير وهتكلم عليها في فيديو جاي. وكفايه قوي كده عليكم لحد كده النهارده. ولو عجبك الفيديو اكتب تحت رايك فيه، ولو ما عجبكش اكتب برضه رايك فيه، ولو شتمت مش هرد عليك. سلام.